اهلا بحضراتكم من جديد، والكل بيبصم بالعشرة على هذه الجدارة الاهلاوية ببلوغ المباراة النهائية. بس زي ما قلت لكم يمكن قبل مكالمة الكابتن ميسم عادل، الناس اللي مستكترة تقول ان الاهلي استحق التأهل والاهلي استحق الفوز، فقال لك لا، عشان الحالة البدنية كويسة اشكروا الكابتن احمد مجاهد. ليه يا عم؟ قال لك ما خلكوش بتلعبوا خالص طوال الفترة ديت قبل مباراة الترجي، فريح الفرقة. طيب يشكر، بس عايز افكركم ان الزمالك في السنة اللي خد فيها الكونفدرالية لعب 4 ماتشات في 40 يوم، 4 ماتشات في 40 يوم، وكان رئيسه وقتها بيحلف عليها الطلاق ملاعبين وما بيلعبش. ما علينا، بس حاليا على فكرة هو كابتن أحمد مجاهد كان يقدر يخلي الأهلي يلعب أثناء الأجندة الدولية؟ حتى الناس وهي بتتكلم مش واخدة بالها ان دي كانت ال 15 يوم بتوع الاجندة الدولية. كون ان الكابتن حسام البدري ما عملش تجمع للمنتخب لانه كانت من وجهة نظره اللعيبة مجهدة ومحتاجة راحة، فاللي ريحوا لعيبة الاهلي ولعيبة الزمالك وكل اللعيبة اعضاء المنتخب، ما كانتش الراحة بس لعيبة الاهلي، لكن حتى الترجي التونسي. اذا كان الاهلي اخر مباراة محلية لعبها او حتى اخر مباراة رسمية لعبها كانت يوم 28 مايو في الدوحة، كانت مباراة السوبر الافريقي مع نهضه بركان. لا، ده الترجي التونسي كان اخر مباراه لعبها 26 مايو، يعني مريح اكتر من الاهلي. الدوري بتاعه خلص 19 مايو وكان عنده بطوله الكاس، خرج من الكاس يوم 26 مايو، يعني سبق الاهلي في الراحه. فشوفوا لكم حاجه تانية، شوفوا لكم حاجه تانية تعترفوا بيها بجداره الاهلي بهذا الفوز. قال لك التحكيم لولا ضربة الجزاء اتحسبت ولولا اللاعب اللي اطرد ما كانش اللي حصل حصل. طب هو اللي حسب ضربة الجزاء مش الحكم بناء على خطأ لصالح مهاجم الاهلي اللي راح يجيب جون، ولا ده كان مهاجم فرقة تانية؟ بس زي ما بقول لكم في ناس بتحاول تدور على اي حاجة تصبر نفسها بيها او تقلل من قيمة اللي الاهلي عمله او فوز الاهلي او تأهل الاهلي، فيدور على اي حاجة. حاولوا يدوروا على الحكام والتحكيم للكاميروني اليوم نيانت في هذه المباراة، وقال لك ما كانش اللاعب يستحق الطرد. ليه يا عم؟ طب ما تروح لخبراء التحكيم. عايز اقول لكم انه من نقاط التحول في المباراة الحكم ما حسبش الاول كابتن سيد عبد الحفيظ، وهنا بحييه لانه حتى لما قعد يطالب بحقه كان مهتم انه يعلي صوته، وده سر انا بقوله لكم. سيد عبد الحفيظ تعمد انه يعلي صوته ويقول له رد 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 على الكارت الاحمر، كان هدفه يوصل الرساله عبر السماعات اللي موجوده لغرفه الفار عشان ينبههم ان الخطا اللي حاصل يستوجب الطرد. وبدا فعلا رضوان جيد في غرفه الفار يبدا يبص للقطه من منظور القانون نفسه، لانه الماده اللي الناس اتكلمت فيها اللاعب القانون لما تعدل اللاعب في حالة انفراد، لو اللاعب المدافع أو اللي ارتكب الخطأ في اللعب حاول يبعد الكرة فاحتك باللاعب المهاجم وأعاقه، بس أعاقه نتيجة الاتنين في تنافس على الكرة، هنا يتحسب ضربة جزاء وكارت أصفر فقط. لكن لو حصلت الإعاقة والعرقلة أو الإعاقة باليد، أدي المادة، أدي المادة بوضوح، لو شد او جذب او دفع باليد يستوجب الكارت الاحمر، لان هنا مفيش مجال للتنافس، ما فيهاش مجال ابدا للتنافس على الكره، فقط الاثنين في حاله واحد خلاص سبق المدافع ورايح يجيب جون والتاني بيحاول يوصل له فبيجذبه بايده. حصل الجذب، حصل الدفع، حصل الشد، اي شيء استخدام لليد هنا المساله مش في وضع تنافس. فدي كانت الماده اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ بحسه الحقيقه وبيقظته قعد يعلي صوته الاحمر الاحمر الاحمر. وصلت الرساله لرضوان جيد، غرفه الفار تنبهت لصحيح القانون. لكن الحقيقه الكابتن احمد الشناوي خبيرنا التحكيمي كان عنده حق وهو بيقول هو ازاي نيانت الكاميروني ما حسبش من الاول؟ هي دي لعبه تتساب؟ نشوف الكابتن الشناوي. رايك النهارده تحكيميا في مباراه الاهلي؟ اول حاجه انا عايز اقول ان الحكم لم يحتسب هذه اللعبه ضربه الجزاء، والفار اللي احتسبها يعني شيء غريب، يعني لو ما فيش فار كانت مش هتحتسب، يبقى شيء صعب جدا رغم انها لعبه واضحه وسهله جدا. ده حضرتك بتتكلم على ضربه الجزاء صح؟ ركله الجزاء يا كابتن بايديه ولا برجليه؟ يعني بايد المدافع يا فندم؟
هو دلوقتي بس خلينا نقول حاجه، اللاعب الاول اللي منع تقدم الطاهر الايد الاول ولا الرجل؟ الايد الاول من وجهه نظري. خلاص اذا من نسك، اذا في نسك يبقى اذا النهارده الفرصه المحققه لحياه هدف ينكفل الطرد وينزل الانذار اذا كانت هناك محاوله للعب الكره. هذا اللاعب ليس لديه فرصه في لعب الكره، ما كانش عنده فرصه في لعب الكره خالص. فبالتالي الطرد هنا موجود، يبقى والقرار طبقا للقانون الطرد صح. والقرار طبقا لصحيح القانون يستحق ضربه الجزاء والطرد. والحقيقه خليني احيي كمان الصخره وائل جمعه، لان كابتن وائل جمعه في استوديو تحليل البي ان كان متنبه جدا او متنبه بيقظه واضحه جدا لتعديل القانون. ولما راجع الزملاء الحضور معاه كابتن طارق دياب والكابتن عزيز بنيج على انه لا، تعديل القانون هنا الجذب باليد يستوجب الطرد، رجعوا اعترفوا له بعد كده. كان راي مهم لوائل جمعه. كابتن وائل، الخلاف ان احنا معتبرينها شد ولا مش شد؟ هي في ثلاث حالات، شد او أيوة جذب. انا بسالك سؤال أو دلوقتي، تنافس على الكره. انا بسالك صح؟ سؤال، في شد ولا مفيش شد؟ مفيش شد. لا في شد. كم ركله جزاء؟ ايوه ركله جزاء دي مفروغ منه، ده امر مفروغ منه. صفرة حمراء ترجع لحكم المباراه. الشد على حسب الشد، انا شايفها شد وفيها شد وفيها تعطيل من الياس الشدي المدافع. انت بقى مش شايفها شد، كابتن طارق مش شايفها، الحكم شايفها. بس هذا الحلو في كره القدم وائل، لازم نختلف في وجهات النظر، مفيش حد يفرض راي على الاخر. هاوش قالوا شو يقول حمراء بس شو يعني بعيد عن الحمراء مع اخر مدافع في ثلاثه حالات فقط. مسك او جذب او دفع، في هذه الحاله اعتبرها مسك بصفه اوضح، اعطى ضرب الجزاء لازم معاه حمراء. هو ده اللي انا بقوله. والحقيقه كابتن طارق دياب وهو ترجوي كبير واحد اساطير الكره التونسيه والترجويه بالتحديد، كمان الراجل ما كبرش، وبعد كده قال ما دام ضربه جزاء يستحق الطرد. الصوره اهي، الجذب باليد واضح جدا، ما فيهوش قولان. عشان كده انا بقول لكم دي مباراه البصم بالعشره او بالعاشره. على المستوى الاداري شفتوا حجم التقدير والتحيه، على المستوى الجماهيري شفتوا حجم الاحتفال، حتى على المستوى التحكيمي شفتوا احقيه الاهلي وجدارته. اذا كان ده راي الكابتن احمد الشناوي، نشوف راي الكابتن جمال حيمودي الحكم الجزائري الكبير. الحاله الاولانيه قام الحكم اول شيء بطرد المدافع واعلان ضرب الجزاء. اول شيء لماذا، ما هو السبب الذي جعل الحكم يطرد المدافع الطارجي؟ أيوة. اول شيء لانها كانت هناك لديه فرصه واضحه للتسجيل. هناك اعتبارات كانت متوفره، ما هي هذه الاعتبارات؟ اول شيء كان هناك اتجاه المرمى، السيطره على الكره، المسافه، التمركز، بقيه المدافعين. لما نسأله السؤال الثاني، لماذا الطرد وليس الانذار؟ أيوة. لماذا الطرد وليس الانذار؟ لان المدافع كان ليست لديه امكانيه لعب الكره. اروح بقى كمان للهدف بتاع حسين الشحات، هل كان في تسلل ولا لا؟ لا لم يكن تسلل، لان على حمدي النقاز هو من كسر حاله التسلل. طيب حضرتك قلت لي انه الحكم كان ادارته جيده وليست ممتازه عشان تسللين، ايه هم التسللين وفي اي موقف من المواقف وفقا لرؤيه حضرتك التحكيميه؟ لان التسلل الهدف الثالث اللي رجع للفار، وكذلك كانت هناك لقطة أخرى داخل منطقة الجزاء اللي كان لم يكن فيها تسلل لصالح الأهلي وأعلن عنها التسلل. الهدف اللي هو الثاني اللي هو برضه أعلن عنه إن هو تسلل وبعدين تم حسابه. أيوة. مظبوط. أيوة. كده. إذا أهداف النادي الأهلي كلها الثلاثة هي أهداف صحيحة ما فيش فيها جدال، ولو هناك كان ما فيهاش فيها جدال. طيب في إيه تاني؟ أهداف الأهلي الثلاثة صحيحة، ضربة الجزاء مستحقة، الطرد للمدافع التونسي مستحق. في حاجة تانية؟ الخلاف اللي حصل في استوديو البي ان غاب عنه خبيرهم التحكيمي الكابتن جمال الشريف، لكن زميلنا العزيز الأستاذ حمد الحسيني الحقيقة ما حبش يغيب رأي الكابتن جمال الشريف، واتصل بيه عشان يسأله عن الواقعة، احتساب ضربة الجزاء والطرد. طبعا اليوم كان في حالة في مباراة الأهلي والترجي، طبعا القانون تم تعديله وخفضت العقوبة كما يقال العقوبة الثلاثية، خفضت بمعنى عندما يكون هناك ركلة جزاء نتيجة فرصة محققة غير التسجيل، بالتالي تهبط العقوبة باعتبار في ركلة جزاء تنزل العقوبة من الانضباطية من حالة الطرد إلى حالة الإنذار، إلا في ثلاث حالات هي المسك والدفع والشد.
هذه المخالفات هي مخالفات تستخدم فيها بالغالب تستخدم فيها اليد، وبالتالي عندما لا يكون هناك وباليد ليس هناك منافسة على الكرة باليد، وبالتالي أصبحت المنافسة معدومة بالنسبة للاعب المدافع أو لاعب الترجي في هذه الحالة. هل قام بعملية شد من الكتف باليد لجذب اللاعب ومنعه من السيطرة على الكرة التي أصبحت السيطرة عليها حتمية، لمنعه من السيطرة عليها، وبالتالي قدرته أصبحت القدرة لديه على التسجيل قدرة كبيرة جدا، لديه فرصة محققة للتسجيل، وبالتالي في هذه الحالة هو لا ينافس على الكرة. لذلك القانون باعتباره لا ينافس على الكرة أبقى عقوبة الطرد موجودة. طيب ده الرأي الواضح للخبير التحكيمي العربي الكبير الكابتن جمال الشريف السوري، يعني بالرأي السوري بالرأي الجزائري لجمال حيمودي بالرأي التونسي لاستوديو التحليل والكابتن طارق دياب حتى بالرأي العراقي للكابتن ميثم عادل، شفتوا هذا الإجماع على سلامة موقف الأهلي القانوني بالكامل في المباراة في كل ما احتسب ليه. لكن على ذكر الإجماع العربي الحقيقة عجبتني جدا تويت النهاردة للعميد أحمد حسن الصقر عميد لاعب العالم السابق، من الطبيعي ان اي لاعب بيحقق لقب بيفضل بالذات لما يكون عميد لاعب العالم يفضل فرحان بيه ومحتفي بيه، لكن الحقيقه بحيي جدا الكابتن احمد حسن لان لقيته هو اللي بيجرد نفسه بنفسه من اللقب. اه والله هو اللي بيجرد نفسه، وكتب احمد حسن تغريده بيقول فخور بالسنوات التي قضيتها عميدا للاعب العالم، وها هي الرايه كما انتقلت لشخصي من النجمين الكبيرين حسام حسن ومحمد الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع بعد وصوله لرقم 185 مباراة دولية، فكل التهنئة له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم. برافو أحمد حسن، لأنه هو فعلا ما أنكرش على لاعب كويتي بدر المطوع أنه هو يصل إلى الرقم اللي يخليه عميد لاعب العالم، فأنه هو بنفسه يعلن عن ده ويوجه له التهنئة ويذكر بالفضل كابتن حسام حسن والكابتن محمد الدعيع اللي سبقوه لهذا اللقب العالمي. والألقاب دايما وأبدا الألقاب اللي مرتبطة بأرقام لا يمكن الخلاف عليها، الخلاف دايما وأبدا على الألقاب الانطباعية، لكن الألقاب اللي زي أحمد حسن لما ياخد عميد لعيب العالم ويفضل مستمتع وسعيد وفخور بأنه عميد لعيب العالم الأكثر مشاركة في المباريات الدولية ب كلاعب في المنتخب الوطني، يجي ينال اللقب اللاعب الكويتي بدر المطوع فيهنيه أحمد حسن. كل التهنئة للكابتن بدر المطوع وكل التحية للكابتن أحمد حسن وتمنياتنا لكل لاعبتنا. لكن هنطلع لفاصل، بعد الفاصل فنيا بقى في ناس كتيرة بصمت بالعشرة للداهية بيتسو موسيماني.